السلام عليكم، تبارك الله على الخوت. المهم الحلم نقصنا شويه على الحلم ديال خويا هشام، غني عن التعريف. فهمت؟ المهم كان رويات كذا تبن في ما درتوه ليلة نهار، ينعس النهار ويفيق الليل. قلت له الأمنية ديالك في هاد الوجدة تقبض واحد شحال ديرو 100؟ ايه 100 100 مليون. درنا قبضت 100 مليون اخويا هشام. الاولى تزويجه انت صافي تزويجه الزوجه دار علاش ما ديرش الدار الاولى؟ الثالثه دير الخير هكا اللي ما انت كي تجي دير الخير كلشي يبغي نصب عليك في الدار. دير الخير اللي ما عندوش تخدمه واللي ما كدير 100 مليون دير بها هادشي كامل. دير بها علاش ما راه تكمل في الخير خالو كان تير عليك. علاش ما تكملش انا عرفت لها يقول لك ديرها يا صوراك يا صوراك ويا ديرها صوراك ويا وامين امين 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 يحسن لك امين يحسن لك خلصوا 3 شهور تصبيع. انا لقاش كاع نخرج من الدار كيعطوني هاد 100 هادي 100 مليون خلصوا 3 شهور تصبيق هاد الحساب تبقى تجي تحسن ديري هكا وتمشي. خلص عام كاع يهني السواق. راني رخيصة ما تمشيش للحج؟ راني حسنت عندهم 70 دراري ولا حج ما تمشيش للحج؟ سيط راه واحد الجامعة راه يبنيو ما تعاونهمش. تعاونهم يا دار ايوا انا قلت لك الكرة راه كاينة. المهم بحاولوا راك غادي فين غادي يضربوك؟ غادي هاك حاول مجيت الواد ديال الزرقاء حاولوا تجبرها ما تنسانيش بصح انا اللي فولت لك الله يحفظك خويش تحياتي لك خويش مين